الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الشمة واستخدامها في نهار رمضان؟ يقول: علما أنها مادة لها جرم وهي ما يسمى بالتنباك. الحمد لله رب العالمين، وبعد، عندنا في إجابة هذا السؤال قاعدتان. القاعدة الأولى أن كل ما يتضمن ضررا فإنه يعتبر حراما شرعا، وهذه من جملة قواعد القواعد التي يعرف بها المأكولات أو المطعومات المحرمة، فكل مطعوم يتضمن ضررا فإنه يعتبر حراما، ومن ذلك ما يسمى بالشمة، فإنها تتضمن ضررا كالدخان بل وأعظم منه، فتعتبر حراما لا يجوز تناولها لا في رمضان ولا في غيره، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في صحته، فإن صحته أمانة، فلا يجوز له أن يفعل فعلا يتضمن تدمير صحته وإلقاء نفسه للتهلكة. يقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما ولا إخال الشمة والدخان والمخدرات إلا أعظم أثرا من السم والعياذ بالله. ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز لك يا أخي أن تتناول الشمة، لأنها من موجبات الإضرار بالبدن، ففيها الإضرار بالدين والإضرار بالصحة والإضرار بالمال. وأما القاعدة الثانية فالمتقرر عند العلماء أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، فأي شيء يدخل إلى جوف الصائم فلا يخلو من حالتين: إما أن يدخل إلى جوفه من منفذ معتاد، أي من فمه أو أنفه، وإما أن يدخل إلى جوفه من منفذ غير معتاد، أي من عروقه ونحوها. فأي شيء يلج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فإنه يعتبر مفسدا لصيامه، بغض النظر عن كون ما ولج مغذيا أو غير مغذي. وهذه الشمة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها تدخل إلى جوف الصائم من منفذ معتاد، أي عن طريق فمه، فتعتبر مفسدة للصوم، فلا يجوز للإنسان أن يتناولها مطلقا لا في رمضان ولا في غيره، لكن إن تناولها وهو صائم فإن صيامه يعتبر فاسدا، والله أعلم.